السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السوء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. السؤال الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. السؤال الثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا من قومه ما ها
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وقال الملأ الذين وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون صدق الله العظيم.